عيسى مريم المجدلية. هذا الرجاء القوي اللي دفعها إنها تذهب إلى قبر وتبحث عن معلمها وتدور عليه، خطوة الرجاء دي مش صغيرة. تغلبت على مخاوفها وتغلبت على متاعبها الداخلية ودموعها، إن شاء الله تروح تشوف المسيح وهو لسه في القبر. نادى عليها المسيح وذكر اسمها فقط يا مريم، كانت النتيجة النغم بتاع اسمها وقع في أذنيها وعرفت ان ده المسيح. انت يا رب من خلال القيامة حولت الخوف واليأس الى فرح والى امل.